هذه المطفلين ايش عطى بين عيونه قصف بلا طاف في المتطفل هذاك المشهور ايش اسمه الله يعطيني اسمه شعبان اسمه شعبان عطنا سالفته شعبان اللي كل ما جات عزيمه حضر معهم ومعزموه هو شعبان صح اللي دخل على ناس وقال اشعب 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 هذا بالطمع ايه قال تعرف تعرف حد منا يعني انت يوم جيت تعرف حد قال لا والله ما اعرفكم بس اعرف ذا ما ادري لكن قال انت اكسل دعوه مره الى وليمه اسمعوا يا شباب اشعب هذا اقسم بالله قصصه يا اخي مع انه متطفل هذا لكن معاجبني جوه هذا مضروبه في المثل في المثل في الطمع يقولون اطمع فلان اطمع من اشعب يعني ما فيها طعم اطمع من اشعب مثل الكرم حاتم غيره يقول جاء مره ودعوه وما دعي على وليمه وجاء وطب على اهل العزيمه يا فلان ما ادري ايش قال ولا كل ما ادري ايش صاير فيه وما ادري يبون يصرفونه فما انصرف فقالوا له ان الطعام مسموم نشك ان الطعام مسموم في شيء يا عشبه يا في شيء مزينه واحد مبغض لنا فقال الدنيا بعدكم لا اريدها لا لا لا, لا طعم للحياه بعدكم بموت وباكل معهم بموت امشي لا تردوني ما اكل ما اكل ويقولون مره لحق واحد يقولون اميال طلع طافي يا ابو عبد الله نبه لا طافي لا شاهد يقولون طاح اشعب انا ترى مره في احدى الحلقات انا وابو شوق تكلمنا عن الطمع في برنامج كمروي واذكر اني ابحرت في اشعب هذا يقولون مره طاح في بير فيقولون الناس عطنا يدك عطنا يدك عطنا يدك فامتنع ينطلون عليه الحبل امسك هذا عطنا يدك فامتنع الرجال ما عطاهم يد فواحد منهم نبيه ويعرف انه طماع ويعرف انه ما تعود على اعطني 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 فقال خذ يدي عكسها خذ يوم قال خذ يدي يوم مدي على طول وطلع عوده مبرمج لا شعب هذا ودنا بعد ترى حضرنا كذا قصه له بنرجع ابدا ابي اكتب حرف في سواليف لاني انا والله من فانزاته عشاق عشاق اطبع بطبعه لا 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 بس يعني اسمع القصه من الفكاهه من الفكاهه لا بس انهم تاج يوم قال الدنيا بعدكم ابغاها اي لا ما كلمة ابو كايد ودنا نرجع لك على السؤال اللي سالتك اياه لانه دخل اشعب